يس جدا. اليوم كمتابع عربي لما يحدث في الجزائر، هذه الانتفاضة الجميلة، ما يسمى بثورة الابتسامة في الجزائر، ونفس الشيء يحدث في لبنان وفي العراق، ما رأيك؟ هل ربما ستكون النتيجة إيجابية؟ هل ستكون ثمار إيجابية على الشعوب العربية؟ أنا بعتقد أن هناك الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي قد بدأت في الجزائر والسودان ولبنان والعراق، وبعتقد أن هذه الموجة ستنتصر، وهذه الموجة سينتصر فيها كمان حتى البلاد التي بدأت الربيع العربي ولم تنتصر حتى الآن ستنتصر، لأن تلك هي حقائق التاريخ وتلك هي طبائع الأمور، أن النصر للشعوب متى امتلكت إرادتها. الشعب الجزائري سينتصر وسيظفر بالوطن الذي يحلم به طول عمره، وبعتقد أن إصرار المواطن الجزائري كل هذه الأسابيع على مطالبه وصموده هو اللي هيمكنه في الآخر للوصول للشكل اللي بيحلم به لهذه الجزائر العظيمة. وبإذن الله مستقبل الجزائر يليق بأبنائها ويليق بشعبها ويليق بتاريخهم بإذن الله.